طيب معانا على التليفون، معلش زمايلي قلتوا لي مين معانا على التليفون؟ طب دكتور محمد سراج طبعا عضو مجلس اداره، اهلا بيك، مبروك محمد، الف الف مبروك. طبعا احساس الفرحه يمكن انت لامسه بالتاكيد، جماهير النادي الاهلي ما نامتش امبارح. البطوله دي بالنسبه لكل الاهلاويه غير يعني تبقى ليها مكانه خاصه جدا، واتمنعت علينا كتير، فان احنا نفوز بيها سنتين متتاليتين وفي خلال 8 شهور ده انجاز الحقيقه فرح كل الاهلاويه. الف مبروك. الله يبارك فيك احمد حبيبي، الله يبارك فيك، ومبروك على كل الاهلاويه ومبروك لمصر كلها، الانجاز الكبير اللي حققه النادي الاهلي الحمد لله. كلمني، مش عايز اخش في كلام كبير بس يهمني اعرف يعني برضو انتوا بالتاكيد تعبتوا، يعني طبعا الفريق والجهاز الفني والطبي والاداري بذلوا مجهودات كبيره جدا، بس انتوا يمكن باك ستيج كده كان ليكوا دور بالتاكيد مهم جدا في وصول النادي الاهلي للمكانه دي. بتكلم يعني كنت ببتدي الحلقه النهارده انه الاهلي كان عنده مشروع، والمشروع النهارده ابتدى يبقى مشروع ناجح، مشروع مربح، مشروع قدامه سنين كتير جايه ان شاء الله نقدر كجمهور نادي اهلي ان احنا نراهن عليه. لا الحمد لله يا احمد، يعني الحمد لله، هو زي ما كان حتى بيتكلم المهندس خالد مرتجي من شويه ان مجلس اداره نادي الاهلي من اول يوم كان في برنامج واضح، وكان في برنامج لكل جمهور واعضاء النادي الاهلي، ليه اهداف كتيره وليه مجالات مختلفه مش بس المجال الرياضي او كره القدم، كان يعني بيتكلم في نواحي كتيره جدا. الحمد لله قدر مجلس الاداره انه يوافي بوعود الجمهور واعضائه. طبعا كان من اهمهم او على راسهم ملف كره القدم الكابتن محمود الخطيب، الحقيقه يعني الواحد عايز يحيي الراجل ده على كل المجهود اللي بيعمله وعلى كل التعب اللي بيعمله. الواحد يعني حتى لما بيسافر مع الفرقه بيشوف ده بنفسه، يعني ما شبه مش بينام هناك، بيفضل معاهم طول الوقت، تركيز قوي جدا، بيعمل تركيز حتى للبعثه كلها، يعني مش بس المجلس الاداره، لا اللعيبه والجهاز الفني اللي موجود، وبيبقى كلنا طالعين بهدف واحد وتركيز شديد، مفيش اهوان بحاجه، مفيش هزار. فالحمد لله الموضوع ده يعني ثابت في النادي الاهلي ومغروز من زمان في النادي الاهلي، وكابتن محمود شغال عليه بقوه جدا، يعني لذلك الحمد لله هتقدر ان انت تلاقي او تشوف ان في النهايه اللعيبه مركزه جدا في الملعب، مركزه جدا في المباريات بتاعتها، في التدريبات، ما بيستخفوش بمنافس، ده كان واضح جدا في النهائي. ناس كتيره كانت بتتكلم انه الموضوع سهل، لا اللي هناك يعني هو احنا مع اللعيبه والجهاز الفني بنحضر التدريبات، مفيش استخفاف بالمنافس تماما، واخدين الموضوع بجديه شديده جدا، وعشان كده الحمد لله ربنا كرمنا. اتهاجمتوا في اوقات كتير جدا ولاسباب مختلفه مش يعني لا داعي للخوض فيها، بتشوف انه التتويج بالبطولات هو افضل رد على كل من هاجم او كل من اساء لاسم نادي الاهلي او لكيان النادي الاهلي؟ طبعا اكيد، يعني هو انا المجلس الاداره ده يمكن تعرض يعني لامور كتير يعني كانت يعني ما كانتش بتحصل قبل كده، وكانت ظروف صعبه جدا واستثنائيه، واشتغلنا تحت ضغط كبير في اوقات كتيره جدا يعني، لكن الحمد لله عشان زي ما قلت في البدايه انت كان في نيه اخلاص داخل، عايز تعمل حاجه للنادي الاهلي، عايز تضيف حاجه وتخدم النادي الاهلي، فدي كانت نيتنا كلنا كمجلس، عشان كده الحمد لله برغم اي حاجه شفناها ربنا كرم، وفي النهايه بالعكس الحاجات اي حاجه تعرضنا ليها اعتقد تم الرد عليها، وتم الرد عليها بشكل عملي، يعني تم الرد عليها بشكل عملي سواء في شغلنا سواء في الانجازات الحمد لله اللي اتحققت، سواء في التوفيق والكرم من عند ربنا الكبير ان شاء الله. الحمد لله طبعا، الحمد لله. خليني اكلمك شويه على طموحات الاهلاويه، انت عارف انه يعني كتير من جماهير الكوره متفائله بانه تشيلسي هو اللي فاز ببطوله دوري ابطال اوروبا، والناس رايحه البطوله اللي جايه في اليابان وشايفه انه الاهلي مفترض انه يكون ليه دور غير،
كلمني على رؤيتك عن طموحك مش بس كعضو مجلس اداره، انا بكلمك كمان كاهلاوي، كواحد منتمي لكيان النادي الاهلي، واحد من جماهيره. شايف ازاي ممكن الاهلي يكون شكل مشاركته في بطوله كاس العالم للانديه الجديده؟ وبرده ممكن نعرف ملامح كده ازاي المجلس الاداره بيفكر في انه يدعم الفريق ويدعم الجهاز الفني عشان يحقق انجاز احسن من الانجازين اللي اتحققوا قبل كده وتحقيقه للبرونزيه في بطولتين مختلفتين. بص احمد، والله هي بالعكس دي بالنسبه لنا بتبقى حاجه يعني بنستمتع بيها، او حاجه بتبقى متعه بالنسبه لنا ان انت يبقى الطموح عندك ده ما يقفش يعني، والا الموضوع هيبقى روتيني يعني. انت بالنسبه لك تبقى عايز تحقق اكتر واكتر، وعايز ان انت مثلا الحمد لله خدت التاسعه، لا طب انا عايز اخد العشره، طب انا دلوقتي وصلت خلي بالك ل 23 لقب قاري، طب انا عايز اقرب تاني وارجع تاني زي ما كنت الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه في العالم. دلوقتي بعد ريال مدريد يوصل عنه 3 بطولات، فبالتالي ايه هيبدا برضو الطموح عندك يزيد ان انت عايز تعدي الرقم ده. الحمد لله ده احنا بنوجده دايما في نفسنا وبينعكس على المنظومه كلها اللي موجوده جوه النادي. فطبعا كاس العالم برضو من حق مشروع وطموح مشروع لجماهير النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي. ليه لا انه يحدث يعني في يوم من الايام. اكيد البطوله اللي جايه هيبقى فيها تركيز قوي جدا ان شاء الله. يا رب يا رب يحقق انجاز لم يحدث من قبل يكون افضل ان شاء الله. نتمنى ده، نتمنى ده. عايز اسالك على مستر موسيماني، لانه واحد من القرارات اللي اتهاجمت اداره النادي الاهلي عليها في اوقات كثيره جدا. وموسيماني كمدير فني تم انتقاده وتم الهجوم عليه في مناسبات كثيره جدا، وحتى البطوله الاخيره اللي حققها على حساب نادي الزمالك واللي تخطى فيها يمكن قبل مواجهه الزمالك الوداد كانوا بيقولوا انها بطوله فايلر. النهارده الراجل بيقدم بطوله من الجلده للجلده، من اول السطر لغايه ما كتب كلمه النهايه وفاز بيها. رؤيتكم يعني او تقييمكم ايه لمستر موسيماني، ورؤيتكم ايه لمستقبله مع النادي الاهلي؟ برضه بصراحة هو الراجل ده يعني راجل ممتاز، على مش بس على المستوى العملي وعلى مستوى الشغل، على مستوى الشخصية يعني راجل مركز جدا في شغله وفوكس جدا على شغله. وكنا ساعات حتى احنا بنيجي ننزل مثلا في الوقت بعيد عن التدريبات والمحاضرات واللعيبة، وقت الظهر ممكن ننزل شوية في الأوتيل تحت نقعد أنا ومثلا مع المهندس خالد مستجد، بنلاقيه هو قاعد على يعني على جنب لوحده شغال مركز بيذاكر الفرق اللي هيلعبها او طرق اللعب المختلفه، يعني طول الوقت قاعد شغال. فعشان كده الحمد لله ربنا يعني كرمه، وهو كان اختيار موفق بصراحه من البدايه برضو لكابتن محمود الخطيب، يعني احييه عليه لانه كان اختيار في وقت صعب جدا، وكان ناس كتير هاجمت الاختيار ده، لكن الحمد لله الرهان كان في محله. يعني بعتقد انه واتمنى في نفس الوقت انه يكون قطع طريق على كل اللي بيزايدوا او بيشككوا في قدرات مستر موسيماني. اعتقد انه الراجل العلامه الكامله، ما فيش بطوله شارك فيها مع النادي الاهلي الا وكان صاحب بصمه وصاحب انجاز. ويهمني اسمع منك في نهايه يعني المكالمه اللي بشكرك عليها طبعا كلمه لجمهور النادي الاهلي، الداعم الاول والمساند الاول للنادي الاهلي في كل البطولات. لا طبعا هو جمهور النادي الاهلي ده زي ما انت قلت يا احمد من شويه، العقبات اللي انت تعرضتوا ليها وكده، احنا لولا جمهور النادي الاهلي ما كناش هنجتاز اي عقبات يعني. اشتغلنا واشتغلنا باخلاص واشتغلنا بقوه، عشان كده ربنا دايما بيكرم اللي بيجتهد واللي بيشتغل. لكن في النهايه اللي ساندك فعلا في الوقت الصعب واللي بتشوفه في الوقت الصعب اكتر من الوقت السهل هو جمهور النادي الاهلي، يعني دايما بتلاقي هو السند الحقيقي لل صحيح. ما بيهموش اشخاص، ما بيهموش مين موجود، هو بيهمه الاسم النادي. فعشان كده الحمد لله ده سر النجاح يعني. وانا اكيد بنهدي لهم البطوله العشرة، والف مبروك ليهم وافرحوا، وكل سنه وهم طيبين وعيد سعيد على مصر كلها. وعليك وعلى كل اللي بتحبهم بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سراج، عضو مجلس النادي الاهلي اداره النادي الاهلي. ومره ثانيه بكرر التهاني، ويا ريت تنقل لكل طبعا اعضاء المجلس والمسؤولين في النادي الاهلي كل التهاني على تحقيق البطوله العشرة اللي بالتاكيد فرحت مصر كلها الحقيقه.